مش موافقين على الاسعار الجديده اللي انت عاملاها. يعني ايه؟ امال هنصلح الغساله اللي باظت دي ازاي؟ طب انا اقول لهم ايه؟ قول لهم كل حاجه غلي. اشمعنى الغسيل اللي هيبقى رخيص؟ ولا كمنه نظافه؟ انت يا بنت لسانك فرق لها. الغسيل لزوم المكوى. انتوا بتدفعوا كام للمكواجي وانا زي عايزه تلهاف في ربع جنيه في غسل قميص واحد يا سفاحه؟ بلاش منه. خليهم يا اختي يكونوا من غير غسيل. ده اللي قال سوء النظافة جبر وتغندروا ان اتنين حكم. يا بار يا اللي فوق السطوح هتقفلوا المية ولا بلغ البوليس يجي يشيل الموتور اللي عرفنا ووسخنا من يوم ما ركبتوه يا حيوانات. قلبك ابيض يا باشمهندس، ادينا بنغسل بيها هدومكم الوسخه. حبس 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 اقفلوا شر الملابس. الملابس كلها اتبلت يا انسه. يقطعني ولا يهمك، ما انا كنت داخل اخد دش. ما تاخذنيش يا مولانا. مولانا العفو والسماح، العفو والسماح. حبس حبس ذنبك شربات يا انسه. ما تجيب هدومك اللي اتبلت اغسلها لك وانشرها لك. ما تشغليش بالك، انا اصلا بحب اغسل هدومي بنفسي. يا لهوي هتغسل وانا موجوده؟ عاشق ليك. هات خلي طشتي يبارك بريحه هدومك يا ابو خطوه. هار اسود، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ القسطه طاروطه جارنا. قسطه في ايه؟ قسطه ابو جديد اصبغه واكويه. ايه؟ قسطه ابو جديد اصبغه واكويه. القصة تروطة كوافير قد الدنيا. كوافير كوافير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولي بصراحة يا اسمك ايه؟ انت صحيح مخاوي؟ حبس 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 حبس. ايه لزوم الكلام ده يا تروطة؟ هار اسود، مش بقى جارنا ولازم نعرف لون فصه ايه؟ انا اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. القصة تروطة كلامه كده متعود يلاغي الستات. لطيف قوي، باين عليه جرغيتت. هو الواد ده حكايته؟ أمه ما كانتش بتخلف صبيان، ولما ولدته خافت عليه من الحسد، لبسته بنوته وطولت له شعره لحد ما بقى عنده 9 سنين. آه معذور بقى، ده لو كان سابته كمان ساعتين كان جسمه زرع ونبت وطرب وبقت مصيبة. دمك شربات يا مولانا. التكيف الاجتماعي وعملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. ادفع الدبل. اتفضل يا سضاح. نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة، إزاي يكيف نفسه فيها؟ بنفسين. الكلام ده في أفلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. آه يا ضاحي. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالاصول. الانسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن اذا زاد معدل استهلاكه في اشباع رغباته لدرجه التفاصه والنهم حياته هتفسد، لانها هتتحول الى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الاحساس باللذات اللي بيجري وراها. لو سمحت يا استاذ. ايوه اقعد. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطه ياكل طبق واحد بس؟ انت بالزيت تاكل كل اللي يجي في سكتك. عشان انت شاطر. المساله مش حشر وكتر اكل، الناس كل يوم بتموت من الشبع، محدش ابدا بيموت من جوع. ايه يا استاذ؟ انت فاكر نفسك غاندي ولا غاوي انيميا؟ ايه في ايه جرايمك؟ جرانك وقفت حنا، كانتين المدرسة هيفلس. هتفلس من جشعكم ومن استغلالكم. في حد يقول لي السندوتشات والمياه الغازيه تباع للتلاميذ باغلى من الاسعار السياحيه؟ وانت مالك؟ ردوا عليا يا شباب. ده سرقه علني. استغلال حقير. احنا اذا غال علينا شيء تركناه. بقى كده. انت شايف ايه؟ ده تخريب.
ليك ناظر له مصلحه في الكانتين يترد عليه. بسلم لي عليه. يا فندم لازم تشوف لنا صرفه في مستطاع التعظيم مدرس الفلسفه ده. يا ساتر ده تقول بلا. حصل منه ايه تاني؟ كل يوم عامل لنا مشكله. ده شيوعي يا فندم. ايه؟ صدقني شيوعي يبث وينفث. ينفث؟ بيرغي يساري وبيكلم التلاميذ في مواضيع خارج نطاق مادته. مواضيع زي ايه؟ الاستهلاك والقيمه والكلام الاحمر ده. يا نهار اسود. الغني هو اللي يقدر يستغنى عن اكبر قدر من الحاجات، مش اللي يستغل ويكوش على كل حاجه. يا اخي خليك واقعي، هتستغنى عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ اساسيات الحياه بقت صعبه. البدائل المتوفره والحياه بسيطه وسهله. بدائل يا استاذ؟ يعني تركب لي بسكليته مهكعه وتمشي لي بيها في وسط العربيات وانت مدرس ومحترم وبتحضر لي دكتوراه في الفلسفه وجاي تقول لي بديل مواصلات؟ بلا نتانه. بتؤدي الغرض وبوصل مشوارها قبل اللي راكبين عربيات ولا لا؟ طب البسكليته بتؤدي الغرض، انما الصنط ازاي بتؤدي بيه الغرض كبديل للجواز؟ اتنين اخرتهم قد الحيل. بصراحه بقى انت بقيت مضحكه الناس كلها. ليه بس اخويا؟ اخوك ايه وجبت ايه؟ ده انت عليك الطعيطه كلهم. الحق عليا اللي جاي اديك خبر بعنوان جديد. اوضه فوق سطوح؟ انت ناسي انت ابن مين ومن عيله مين؟ يا عم سيبك من العرض الفاضيه دي. قال جدك ساب لك ايه؟ ابوك مات. ابوك مات وسابك في شقه خمس اوض وصاله ترمح فيها الخيل. شقه في بيت من قلعه مبني سنه 1800 ووقع وراح لحالي. اسكن في الشارع يا عاصي؟ انت مش كنت ساكن في شقه مفروشه؟ غليت علي وانا اذا غلى علي شيء تركته بلا خيبه. وهي دي امكانيات يا عاصي، هو كيف نفسه على قدها، اجيب منين؟ الله تعمل زي كل الناس ما بتعمل يا اخي. يعني اسرق؟ والله يا اخي بقى اشرف لك. يا اما القمر عالباب نور اناديله، يا اما ارد الباب ولا انا يا اما يا اما القمر عالباب. لا على ارد الباب الواحد هيلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه المناظر الواحد بيشوفها في الشارع؟ بس المناظر هنا مش شايفها سكوب. امال القمر عالباب تعالى هدد الحيل. واصعب المبادئ هذه الايام. لو بطلنا نلم الندور بالسكان هيعرفوا اننا كنا بننصب عليهم. ولميناها لفند اللبط ده يفضحنا ويزينا. الله يرحمك يا عم زباخ. كانت ايام عز ونغناغه. اعمل معروف يا اخويا، ابني مربوط وعايزين حد يفك. يا حاج عم زباخ مشي من هنا ومش راجع تاني. مش راح فين؟ اعمل معروف دلنا عليه، ربنا يكفيك شر المرض. قلنا لك ما نعرفش. ما تسيبها تطلع يا سباش. تطلع فين؟ لمولانا التعظي. هو فين ده يا اخويا؟ ساكن مطلع عم زباخ، راجل بركه وهيريحك. بس اوعي تقولي له ان احنا اللي دليناك عليه. ليه؟ اصله بيشتغل على الضيق قوي مش لكل الناس. اطلع يمكن يقبل يساعدك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. اللي انت عملته ده يا كاوده ده طعم يا غبي. طعم؟ لو كله هنكسر عينيه واللعب ده يتباخ، وما كلوش يبقى مالوش في السحر ومفيش خوف علينا منه.